تعال نمشي والله يعملوا فيه الفضيحة. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، يتواصل اللقاء والعطاء، شوط الصعوب، شوطنا 13 في تعداد هذه الاشواط. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مقدمة الشوط مباشرة اللي في المركز الاول من تسيطر مع المقدمة والبداية بهذا التقدم الممتاز مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول الشاهينية عبيد بن سالم بن مران المنصوري. المركز الثاني اللي في ثاني المراكز شواهين حمد بن سهيل بن قرع العامري. المركز الثالث ثالث المراكز تنطلق مباشرة الشاهينية سعيد بن حمد بن سعيد من يقدم لنا هذا الاسم والانطلاق مع المركز الثالث. وفي رابع المراكز القادمة والواصلة مشاهدين الكرام هناك الفار عنايف بن مبارك القبيسي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة. ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى البداية. يا سلام، شواهين حمد بن سهيل بن قريع العامري مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز من تات الشهنية عبيد بن سالم بن مران المنصوري محتلا مع المركز الثاني في شوط الصعوب، ولكن المقدمة والبداية الأولى بدأت تغادر الجميع. تنطلق لناموس هذا الشوط مع الإبداع والفوز حمد بن سهيل بن قريع العامري، مشكور على هذا الإبداع الذي قدم لنا في هذا الصباح عديد من النقاط الذهبية. قدم من هذا الشعار بناموس وفوز واعتزاز وانتصار من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة. هنا مشاهدينا الكرام شواهين بدون أي تعليمات، تهانينا والناموس من هذه اللحظات. ويوم صورنا عطنا لقطة عن بقية المراكز وشوف الفارق ما بين هناك شواهين وما بين بقية المراكز لحظة وصولها إلى خط النهاية بدون أي توامر على الإطلاق المباشر. تهانينا لحمد بن سهيل بن قريع العامري على هذا الفوز والانتصار والإبداع. المركز الثاني من وصلت هناك أيضا الشاهينية لمالك عبيد بن سالم بن مران المنصوري دقيقتين 14 ثانية 23 جز من الثانية.